هل يسمح لي مولاي بأن أقدم تقريري عن نجاح الحملة؟ إنني حزين من أجلها يا ساعدة، حزين. لقد كسبنا المعركة يا مولاي، ودحرنا الأعداء دحرا، ولقناهم درسا لن ينسوه أبدا. ولداك قاتل بشجاعة وبسالة ورجولة، وهما يستحقان اسمك. لولاهما لما كنت هنا واقفا أمامك. لقد كان سندي وخاصرتي، رغم أنني أشكو جرحا بالخاصرة. إنني حزين من أجلها يا ساعدة، حزين. هل يرغب مولاي في شيء آخر؟ لا يرغب الملك في شيء من هذه الدنيا الفانية. إذا كان غياب لوذان لا يعوض، فإنه يواسيني أن أعتبرك ومياسة ومازن بحكم أبنائي تخليدا لذكرى. لعل ذلك يضيء نقطة في قلب المظلم. أبي، أبي سلامتك، هل تشكو من ألم؟ هل أصابه أذى؟ ساعدني، سأركبه أمامي. لا، جوادك لن يقوى علي، سأركبه أنا على حصاني. حسنا. جن حين علمنا بأن ذلك الجواد اللعين قد جمح بك. أين لوذان؟ إنها في مثواها يا أبي. أيقظوها من رقادها، أريد أن أراها. ما به؟ هل فقد صوابه؟ يبدو أنه أثر الصدمة. أي صدمة؟ تلك التي خلفت نزيفا في قلبه. ما هذا الكلام يا أمه؟ أهذا وقته؟ قلت لكم أيقظوا لوذان، أيقظوها. إنه لا يعي ما يقول، خذوه إلى مخدعه وسأرسل وراء العراف. لا يجوز أن يرى أحد الملك على هذه الحال. أيقظوها. اسمعيني جيدا يا زينة، لا تضعي ولدي هميما هدفا لسهمك لمجرد أنه عبر مجالك على عجل. تمهلي واختاري الأهداف المناسبة، وإلا فإن سهمك لن يصيب. صدقت يا مولاتي، إنني لا أجيد التصويب، فهل تعلمينني؟ هذا ما أملته منك يا زينة،
أن تخبريني بأدق التفاصيل، ثم لا أريد أن تتعبي نفسك كثيرا. دعي الأهداف تأتي إليك ويدك على الوتر. فتنتك تشبه تلك الزهرة القاتلة التي تفوح عبيرا يجلب الهوام، وعندما يذوق رحيقها تنطبق عليه وتلتهم. وهل تريد مولاتي أن ألتهم أحدا على الفور؟ لا، بل أبقي شهيتك مفتوحة حتى أوعز لك بذلك. إلى أين أنت ذاهبة؟ ضاق صدري من الحزن والقعود، وأنت غارقة في مصابك ولا تجدين وقتا لي. على العكس، جئتك بخبر مثير. ما هو؟ في بيتنا عرافة قرأت لي طالعي وأخبرتني الأعاجيب. هل أنت جادة؟ وكيف أستطيع أن أجعلها تقرأ فألي؟ استأذني ساعدة. أنا أستأذنه؟ أفضل أن أعيش عمري جاهلة غدي على أن أمنحه هذا الشرف. لماذا تكرهين إلى هذا الحد أخي؟ مازن هو أخوك وليس ساعدة. ربما، فلم أشعر أنه فعلا أخي إلا بعد وفاة أمي. صار الألم يجمعنا، أدركت مدى حبه لها رغم قساوة طبعه. أنت حرة التفكير به، أما أنا فلا أطيق الأرض التي يعيش عليها، ولا أدري ماذا دها أبي ليصطفيه. إذن سأسأل صديقتي العرافة أن تقرأ لي طالعه، لعل مستقبلك موجود فيه. لن أكذب عليك وأخدعك مثل طفل صغير كما يفعل الآخرون. نلوثان لم تعد بيننا الآن، ومثواها مزين بالورود كالمسار، مثل ما أمرت وأردت. وأبناؤها هل هم بخير؟ أجل بخير. وساعدة هل هو في صحة جيدة؟ بخير، لكن عرجا بسيطا قد أصابه نتيجة جرح في المعركة. جرح بسببي، لن أسامح نفسي أبدا. مهلا يا أبي، ساعد مقاتل محترف وسيصاب بجرح عاجلا أم آجلا، فلا تهتم كثيرا. أبي، أريد أن أحدثك في أمر هام. تكلمي، ما كان بيننا حواجز يا لوثان؟ في البلاد مظالم والناس يتذمرون. إذن الجميع مثلي، فأنا أيضا مظلوم وأتذمر. لا، الأمر مختلف، الأتوات تزايدت والفلاحون في حال عدم، ونفوذ فرسانك المتزايد أدى إلى الشكوى والنقمة. النقمة؟ نقمة على من؟ علي وعلى أبنائي؟ بحد السيف سأقدمهم، بحد السيف سأقطع دابر كل فتنة. إلي بدروعي، جهز الجيش إلى الحرب أيها الفرسان الأبطال، إلى الحرب. مهلا يا أبي مهلا، أردت فقط أن أنقل لك ما يقال. لست أباك، أنا الملك، حاكم هذه المملكة. سأقص لسان كل من يفتح فمه، سأقطع رأس كل من يرفع هامته. ألا تريد أن يحبك الناس؟ ألا تريد أن يدعون لك؟ أيتها الصغيرة العمقاء، ألم تسمعي هتافاتهم؟ ألم تسمعي أناشيد النصر؟ هل هذه نقمة؟ الناس يحبون ملكهم، والملك يحب الجيش، والجيش يحب القوة. بالقوة وحدها نقطع دابر كل عصيان، ونوحد الركبان فلا يبقى أي تمرد
وحق.